ورياضيا، استضاف نادي حلبشة نادي خانقين في الجولة العاشرة من الدوري الكردستاني لأندية الدرجة الأولى، وتمكن فريق نادي حلبشة الفوز على النادي الضيف بتسجيل هدفين. سجل اللاعب عارف سعادة الهدف الأول في الدقيقة 17، ثم هز اللاعب هردي سيف الدين شباك مرمى خانقين وسجل الهدف الثاني لنادي حلبشة في الدقيقة 37. وبتغلبه على نادي خانقين أضاف نادي حلبشة 3 نقاط لرصيده من الدوري ليصبح 5 نقاط. باز بو خو دوای گوران کاریانیک لتیپکان جامان داب هنانی راهنر بهنانی کومل یاری. بعد التغييرات التي اجريناها في فريق نادي حلبشة في الهيئة الإدارية واستدعاء لاعبين ماهرين جدد، فزنا اليوم أمام نادي خانقين، وهذا الفوز يشجعنا ويرفع معنويات اللاعبين في مباراة الجولات المقبلة. وأتمنى أن يغادر نادي حلبشة ذيل ترتيب قائمة الدوري أندية الدرجة الأولى وضمان البقاء في الدوري. وأداء لاعبين اليوم كان جيدا، وبالأخص في الشوط الأول، ورغم تراجع لاعبين في الشوط الثاني الحمد لله استطعنا حسم نتيجة المباراة لصالح نادي حلبشة. سرتا سباز بخواي جولة أمس كوتنا هذا الفوز كان ضروريا لنا كلاعب نادي حلبشة، ويشجعنا للتقدم نحو صدارة ترتيب الأندية في قائمة الدوري، والأهم في هذا الموسم هو البقاء ضمن أندية دوري الدرجة الأولى والصعود للدوري الكردستاني الممتاز في الموسم القادم.